وبشأن أوضاع أطفال العراق الصعب، بحسب التقارير المحلية والدولية في ظل الإهمال الحكومي، تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من أمستردام المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أوروبا السيدة حنان عبد اللطيف. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا أخي، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. في تقرير جديد كما تابعت معنا لوزارة التخطيط الحالية في العراق، يؤكد أن أطفال العراق الذين يشكلون 15% من سكان البلاد لم يحظوا بأي اهتمام لسنوات طويلة، وهم على ما يبدو كما يعني تقر هذه التقارير خارج اهتمام الحكومات المتعاقبة، وهم شريحة واسعة بطبيعة الحال. بماذا يمكن تفسير ذلك؟ نعم طبعا أطفال العراق هم خارج اهتمام الحكومات العراقية التي تسببت في تهجير 4.5 مليون نازح، نصفهم من الأطفال حسب تقارير اليونيسف التي ذكرت أن ما يقارب 5 مليون طفل عراقي تأثروا بالنزاعات المسلحة، و 3.5 مليون طفل نازح في عمر الدراسة غير ملتحقين بالدراسة بسبب عدم توفير الحكومات العراقية للخدمات التعليمية لهم ووجودهم في مخيمات بعيدة عن المدن. فقد صنفت اليونيسف العراق أعتقد هذا العام أنه من أخطر 10 دول لعيش الأطفال، فما نشاهده اليوم من الإهمال المتعمد بعدم القضاء على الجريمة المنظمة التي طالت الأطفال من تزايد شبكات خطف الأطفال والاتجار بهم أو الاتجار بأعضائهم البشرية أو الابتزاز أهاليهم لدفع الأموال وانتشار وتسهيل وبيع وشراء المخدرات التي وصلت نسبة انتشارها إلى 50% بين المراهقين وارتفاع حالات الانتحار، إضافة إلى التعنيف الأسري. كل ذلك يجعل العراق بلدا خطرا على الأطفال، وحكومات المتعاقبة من أبعد ما يكونون عن وضع القوانين والبرامج والسياسات التي تهدف إلى حماية الأطفال وتطوير قدراتهم ومهاراتهم العقلية والجسدية. نعم. طيب سيدة حنان، بحسب الأمم المتحدة فإن 700 ألف طفل أو تلميذ عراقي نازح بحاجة إلى دعم تعليمي، هذا بالنسبة للأطفال النازحين، وربما هناك أيضا إحصائية أخرى للأطفال غير النازحين والذين يحتاجون أيضا دعم تعليمي. هذا العدد الكبير في بلد نفطي ماذا يعني، وكيف يمكن إنقاذ هذه الأعداد الكبيرة من الجهل وما يتبع من أضرار نفسية واجتماعية؟ نعم، يعني يجب على الحكومات العراقية أن تدفع بالمخصصات التعليم إلى يعني إلى قنواتها الحقيقية، فيتم تخصيص مبالغ من ميزانية الدولة إلى النازحين أو إلى وزارة التربية، لكن هذه المخصصات لا تذهب إلى لا تحقق أهدافها ولا تذهب إلى القنوات الحقيقية، لأن الكل يعلم أن العراق هو البلد الأول عالميا في انتشار الفساد المالي والإداري، وجميع الطبقة السياسية الحاكمة في العراق بلا استثناء هم فاسدون وسارقون، وكل كتلة وحزب تغطي على فساد وسرقات الكتل والأحزاب الأخرى ليستمروا في سرقة موارد وخزينة الدولة. نعم. يعني مثلا قس على ذلك، يعني عندما تشتري وزارة الهجرة قوالب الثلج لمخيمات النازحين بمبلغ 6 مليار دينار، أو نقرأ عن قضية فساد أخرى طالت مخصصات النازحين في محافظة نينوى بقيمة 11 مليار دينار، والمتورط فيها محافظ نينوى السابق نوفل العاقوب الهارب خارج العراق، فأقص على ذلك حجم السرقات التي حدثت تحت بند النازحين والمهجرين منذ عام 2014 وللآن. نعم. هذا إضافة إلى أن هناك أسباب أخرى التي تمنع مثلا عودة التلاميذ إلى المدارس، وهي عدم حصولهم على وثائق ثبوتية رسمية، والحكومات العراقية المتعاقبة وضعت العراقيل أمام حصولهم على هذه الأوراق المطلوبة للالتحاق بالمدارس.
نعم، ونحن نتحدث أستاذة حنان عن قرابة 1,000,000 طفل يعني، وهذه إحصائية كبيرة جدا كما قلنا سابقا. على أي حال، إلى أي مدى تعتقدين بأن الصراعات السياسية في البلاد منذ عام 2003 وحتى اليوم انعكست بشكل أو بآخر على هذه القضية تحديدا؟ نعم، بالتأكيد الصراعات السياسية بعد 2003 أثرت على أوضاع الطفل العراقي تأثير كبير، فالأطفال كانوا أول متأثرين سواء بفقدانهم أحد أبويهم أو كليهما من العمليات العسكرية، بحيث أن العراق أصبح البلد الأول في العالم في عدد الأيتام، إذ بلغ عددهم 5,000,000 طفل يتيم وبنسبة 5% من إجمالي أيتام العالم. طبعا هذا إضافة إلى أعداد الشهداء والمفقودين والمغيبين والمعتقلين من الأطفال. ويعني نستطيع أن نستشهد بحادثة على سبيل المثال وليس الحصر، مجزرة جبلة التي حدثت قبل عدة شهور أو شهرين شمال بابل، والتي ارتكبتها القوات الأمنية وراح ضحيتها 20 شخص، كان عدد الأطفال الضحايا فيها 15 طفل. وبالرغم يعني من أن العراق وقع على اتفاقية حقوق الطفل عام 1994 وكان من أوائل الدول التي تبنت أهداف وخطط التنمية للاتفاقية وهذا باعتراف اليونسف، إلا أنه اليوم أبعد ما يكون عن تطبيق بنود هذه الاتفاقية. لذلك نحن نطالب المنظمات الدولية واليونسف وبعثة يونامي بالضغط على الحكومات العراقية لتنفيذ برامج وخطط وأهداف اتفاقية حماية الطفل في العراق. فاليوم أطفال العراق أصبحوا أهداف للميليشيات والعصابات المسلحة من خلال تجنيدهم وغسل أدمغتهم واستغلال فقرهم. نعم، من أمستردام المديرة الإقليمية لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أوروبا السيدة حنان عبد اللطيف، شكرا جزيلا لك.